خلونا نروح للاخبار الحصريه الخاصه بعرب وود اللي دخل كواليس الفيلم اللبناني الكوميدي كدبه بيضاء من بطوله توني عيسى وجيسي عبده. كواليس الفيلم كلها ضحك وهزار شبه سكريبت الفيلم، بس بصراحه كانت ملفته العلاقه بين توني وجيسي. وكمان الفيديو اللي نشروه هي طالعه وراه على الموتوسيكل في الكواليس طرح اسئله كتير عن الصداقه والعلاقه القويه اللي بينهم. كواليس كدبه بيضاء هتجاوب عن اسئله كتير، نتابع مع بعض. في أجواء من السعادة والمرح احتفل أبطال الفيلم اللبناني كدبة بيضاء بتصوير اليوم الأخير من الفيلم. بيحكي عن شاب فقير ومعاناة شاب الفقير اللبناني، يعني كان بالعلاقات الغرامية أو بهالحياة كلها بلبنان. بيمثل دور توني عيسى ومعه جيسي عبده، هي البنت اللي بينغرم فيها. أما توني عيسى فكشف عن الفكرة الرئيسية للفيلم. مكتوب ومحبوك بطريقة لذيذة وعفوية ومهضومة، مبنية على كذبة، وهالكذبة بتتطور على أنه تصير على أساس أنه الحقيقة حقيقة وبعيشها، لا بعدين نكتشف أنه الكذبة ما بتدوم. طالما تبقي تلبي عم تدمو ما رح أتركك بحياتي. أجواء من الحب بتجمع توني مع بطلة الفيلم جيسي عبدو. توني أصلاً رفيقي هو قبل ما يكون ممثل عم بمثل معه، وحسينا أنه في كتير كيمستري حتى بالتمثيل أنا وياه. وسألنا جيسي عن شخصيتها في الفيلم. أنا شخصيتي بهيدا الموفي منه كوميدي كتير، وإنما غير شخصية، يعني أنتو بتعرفوني عنها بنت هيك رايقة كتير. فارس خان سقصت معي هلأ، خلينا بمهم. أما وسام صباغ فبيمثل دور شاب من حي شعبي. أبو النمور حدا هيك إذا بدك إن شاء الله مصطي، يعني ما شايف أب عالي، مفرداته ومصطلحاته بيحكي مع رفيقه اللي هو عمر توني عيسى بطريقة عطول شوية كبير. وفي لحظة صعبة افتكر معانا الحادث اللي تعرض له خلال التصوير. أنا بصور بجيم بدي فوت عند توني، بده يكون راكد لفوت لعنده حسب الشوت، فكل الوقت كان الباب الجيم اللي هو كله ازاز مفتوح. قبل الشوت بلحظات حدا سكرهم بلا ما يخبر، يعني جربت احمي حالي فنزلت شقفة ازاز عادي. وبتشارك في الفيلم الكوميديانة بونيتا سعادة واللي اشتهرت بتقليد الفنانين. دوري بهيدا الفيلم شيء ما بيشبهني، شيء بعيد عني، كاركتر جديد. تقليد يمكن بيساعد انك لانه بتفوت بشخصية تانية ما انا. فارس شخصيا الساعة 9 ما بصدق، لا في شيء غلط. وبطريقتها الكوميدية طلبنا منها تقلد ماجدة الرومي وإليسا. بتمنى الفيلم يكون كذبة بيضة، ولكن نحن ما نستعمل الكذب، أهم شيء. أول شيء روحوا من هون وتنطقوا، وكلمة واحدة بيطلع لك حل عني.